أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا أمسك بالصيد بعد إصابته وهو لا يزال حيا فهل يذكى؟ وإذا ترك حتى مات بسبب إصابته فهل يحل أكله؟ إن كانت حياته مستقرة بحيث لو ترك يعيش فإنه لا بد من ذكاته، أما إذا كانت إصابته قاتلة ويتحرك حركة المذبوح فلا يشترط تذكيته. نعم.